طيب، السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم إحنا بدنا نحكي عن معمل الـ Renewable Energy. طبعا معكم المهندس شهاب حسين. راح نبدأ اليوم بالـ Objective تاعونا، راح نحكي على Solar Power System، نتعرف إيش هو بالضبط، إيش مكونات السيستم هذا، إيش الـ Types تاعونه، إيش الأنواع، إيش هي الـ Solar Panel. راح نحكي عن اللي هي الموديول كومبوننت، اللي هي الكومبوننت تبعت البانيل. راح نحكي عن السولار موديول تايب، ايش انواع اللي هي السولار موديول اللي متوفر عندي. حنحكي عن البي في سبيسيفيكيشن بالتفصيل اللي هي بتكون موجودة في الداتا شيت، او راح نمسك داتا شيت ونفهمها ونشرحها بالتفصيل ان شاء الله. طيب، اول حاجة نبدأ السولار باور سيستم. ايش هو السولار باور سيستم؟ السولار باور سيستم هو عبارة عن ايش؟ باختصار هي محطات كهربية تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية على ايش؟ على السنلايت، على ضوء الشمس. باستخدام ايش؟ باستخدام اللي هي البي في بانل، الفوتو فولتيك. تمام؟ وطبعا التيار اللي بيطلع من الفوتوفولتيك هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن دي سي. تمام، والفوتوفولتيك ايش معناها؟ يعني هذه الخلايا بتحول لي اللي هي اللايت لايش؟ لإلكتريكال كارنت. طيب، نيجي للجزء الثاني، السولار باور سيستم تايب. ايش التايب تاع السولار باور؟ التايب انقسم الى قسمين، عندي اللي هي الاون جريد او الجريد تايب او الاوف جريد or stand alone. ال on grid، ايش المقصود في ال on grid؟ ال on grid هو ايش بكون؟ هو بكون مشبوك عندي مع الشبكة، connected with the grid اللي موجود عندي. بكون عندي عبارة عن خلايا inverter بس بياخد الدي سي اللي طالع من الخلايا وبغذي البيت عندي، مع ايش؟ مع ايضا اللي هي الكهرباء البلدية اللي بتكون موجودة عندي. طيب، ايش الفرق بينه وبين ال off grid او ال stand alone؟ طبعا الاوف جريد هو اشهر نظام موجود عندنا هان. ليش؟ لانه احنا ما بتتوفرش عندنا كهرباء البلديه 24 ساعه. طيب، الاوف جريد ايش بكون؟ بكون مشبوك عندي، ما بكون اندبندد فروم ذا جريد، بكون ايش؟ مفصول عن الشبكه، بكون نظام لحاله بيقدر يغطيني بشكل كامل لحاله. فهذا اشهر فرق بينه وبين اللي هي الاون جريد. طبعا الاوف جريد بكون في عندي اللي هي الاستورج. طيب، الاوف جريد طبعا احنا الديزاين تبعنا بكره لما ناخد لقدام كل هيته راح يكون مبني على الاوف جريد. ليش؟ لان الاوف جريد هو الاكثر شهره عندنا، وفي الدول اللي ما بتتوفرش فيها الكهرباء 24 ساعه يعني. فعشان هيك احنا حنركز اكثر على الاوف جريد والتصميم والديزاين في الاوف جريد. طيب، ايش اهم المميزات اللي تو حكينا على الاوف جريد؟ اول حاجه يعني not connected to the grid، completely independent، بقدر اعتمد عليه بشكل كامل لحاله، بيقدر يعطيني 24 ساعه اللي هي الانرجي او الطاقه اللي انا بدي اياها. تمام، واكتر حاجه بتميز فيها انه انا في عندي اللي هي ايش؟ في عندي اللي هي الستور. تمام، اللي هي ايش؟ انا عندي ستورج خاصه فيه لحاله سيستم. فسيستم عندي بنقسم الى ثلاث اقسام رئيسيه، هلقيت حنتعرف عليها لقدام. طيب، الاوف جريد كومبوننت، ايش الكومبوننت تبعت الاوف جريد؟ عندي البي في موديول، وعندي اللي هي البوتري بانك اللي هي الانرجي ستورج، وعندي التشارج كنترولر، وعندي الاوف جريد. طب نحكي على كل واحدة من هدول هيك باختصار شديد. طبعا في محاضرة اليوم راح نحكي بالتفصيل عن اللي هو البي في موديول، راح نشرحه بالتفصيل، راح نحكي كل حاجة عن الخلايا، نمسك الخلية هيك ونفرطها ونحكي عن الداتا شيت ايضا بالتفصيل. طيب، البوتري بانك هي عبارة عن ايش؟ الانرجي ستور. طب ايش اهمية الانرجي ستور؟ لما انا يبطل في عندي سان لايت، انا بدي حاجة تمدني بالطاقة اللي هي ايش؟ بتكون اللي هي البوتري بانك تبعتي. طيب، التشارج كنترولر، ايش هذا التشارج كنترولر؟ هذا بيعمل ايش؟ بيعمل حماية للبطاريات. طيب، كيف بيعمل حماية للبطاريات هذا؟ انا بكون عندي البي في موديول، البي في موديول بطلع لي الدي سي، الدي سي هذا بدخل على التشارج كنترولر، من التشارج كنترولر بروح لي على ايش؟ بروح لي على البطاريات. تمام؟ طيب، بيحمل البطاريات من ايش؟ بيحمل البطاريات من اسمه تشارج كنترولر، اللي هو منظم شحن.
بنظم لي الشحن اللي داخل على البطارية، بحيث ان انا ما تصيرش عندي اوفر تشارج، يعني خلص البطارية انتلت شحن ما يضلوش يشحنها بزيادة. ليش؟ عشان يحافظ على عمر البطارية طبعا. واليوم بطل التشارج كنترولر منفصل عن السيستم، يعني صار هو عبارة عن ايش، هو بيلت ان مع ايش، مع الانفرتر. الانفرتر ايش وظيفته باختصار؟ الانفرتر بحول لي من دي سي لاي سي. طبعا احنا حنتعرف على انواع كثيرة من الانفرتر، يعني حنعرض اللي هو الهايبريد، حنعرض العادي، حنعرض والى اخره. طيب ناخذ هيك يعني كيف نشوف معنى طيب المكونات الأساسية للأوف جريد، هيك أنا كتبتها بخط إيدي كيف إحنا بنصمم النظام، أو إيش الأشياء اللي أنا بتكون في السيستم تبعي على أرض الواقع بالضبط. بكون بالشكل هذا، بكون عندي البي في موديول زي ما حكينا، صندوق تجميع بيطلع، طبعا التيار كله طالع دي سي من الخلايا، بروح على منظم الشحن، منظم الشحن بروح على البطارية، لسه احنا في الدي سي. بعدين عندي انفرتر، الانفرتر هان بروح على لوحة التحكم، طبعا من دي سي لاي سي الانفرتر بحول لي، وبعد هيك بروح على احمال البيت. طبعا احنا حنحكي بالتفصيل عن هذا الجزء وهذا جزء وهذا جزء، هدول اهم 3 امور لازم نغطيهم في المساء، ولو ضل معنا وقت حنحكي شوية عن اللي هي البلوك هذا. تمام، وزي ما حكينا الملاحظة هي كالآتي، إنه منظم الشحن خلاص صار يكون موجود مع الانفرتر بلت إن. طيب نكمل. طيب زي ما حكينا أنا عندي هنا الإشعاع الشمسي، تمام، بيجي على الخلية، الخلية بتطلع لي دي سي كرنت، بعدين بروح على التشارج كنترولر، التشارج كنترولر مشبوك مع البطاريات، ليش؟ بنظم لي الشحن اللي داخل على البطارية عشان يشحنها. بعدين عندي الاوف جريد انفرتر بحول لي من دي سي لاي سي، وبعدين عندي الهاوس ابليكيشن. وهي صورة بتوضح الكلام هذا. طبعا هاي عندي الخلايا، هاي منظم الشحن من نوع بي دبليو ام، بعدين عندي اللي هي البطاريات، عندي الانفرتر، الانفرتر بحول زي ما قلنا من دي سي لاي سي على احمال البيت. طيب هل قد نيجي على الجزء الاهم من المحاضرة اللي هو البي في موديول. طيب نتعرف على اصغر جزء في الخلية. اصغر جزء في الخلية هو ايش؟ وهو السل. الخلية هذه تبعت اللي موجودة بتتكون من إيش؟ بتتكون من سيلز صغيرة هذه. طب السيلز هذه هي عبارة عن إيش؟ هي اللي بتحول للإشعاع الشمسي لإيش؟ لدي سي كرنت. تمام؟ طب من إيش هذه السيل؟ تعال نتعرف عليها بالتفصيل، إيش بيصير في السيل هذه؟ السيل هذه هي المكون الأساسي للمنظومة الشمسية، وهي عبارة عن إيش؟ هي أصغر جزء فيه. طيب هذه السيل الكفاءة تاعتها، هذه السيل اللي عندي، تمام، هيا هدول السيل، هي عندي سيل 1 2 3 4، هذه السيلز ايش كفاءتها؟ كفاءة يعني ايش الاشياء اللي بتدل على كفاءة هذه السيل؟ اللي هي الكفاءة في التحويل داخل الخلية لايش؟ للاشعاع الشمسي. قديش بتحول لي هذه الخلية كمية من الاشعاع الشمسي لطاقة انا بستفيد منها؟ تمام. طيب ايش بصير انا جوا الاشعاع الشمسي هذا؟ احنا مش موضوعنا، مش هنحكي بالتفصيل، رح نحكي باختصار. تمام، انا بكون في عندي اشعاع شمسي، الاشعاع الشمسي هذا ايش بيعمل لي؟ بكون في عندي هان بلورة سيليكون، طبعا احنا عارفين الخلية مصنوعة من السيليكون. ايش بصير في بلورة السيليكون هذا لما يجي عليها الاشعاع الشمسي؟ بصير في عندي اثارة للالكترونات الغير مرتبطة. طيب الالكترونات الغير مرتبطة ايش بصير فيها؟ بتتحرك الالكترونيات بعد اللي هي الاثاره تاعت الالكترونيات تاعتها بحريه، بتتعرض لايش؟ بتتعرض ل اللي هو مجال كهربي. لما يتعرض الالكترونات لمجال كهربي ايش بيصير؟ بتتحرك الالكترونيات كلها ايش؟ باتجاه واحد. ما دام الالكترونات تتحرك باتجاه واحد ايش يعني هذا؟ يعني هذا هو ايش؟ هو التيار. طيب نيجي للجزء الثاني اللي هو ايش؟ المديول. طب المديول هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن مجموعه من السيلز موصل على ايش؟ موصل على التوالي. طب بدنا نتعرف لقيت على الجزء هذا ايش هو. طيب المديول اللي هو عبارة عن اللوح كامل، يعني لو ارجع هان هذا كل هيته انا بسميه ايش؟ بسميه مديول. المديول هو عبارة عن ايش؟ مجموعة من السل مشبوكين على التوالي او موصلين على التوالي. طيب ايش بكون في من ورا اللوح؟ من ورا بكون في شغلتين عندي بدي اعرفهم. بكون انا في عندي اللي هي السبيسيفيكيشن هذه اللي احنا حنتعرف عليها بالتفصيل لقدام في المحاضره، وبكون ايضا موجود صندوق صغير هذا اللي هو ايش؟ اللي هو بنسميه الجاكشن بوكس.
الجنكشن بوكس راح نتعرف عليه أيضا برضو لقدام، اللي هو اللي بيعمل على توصيل الخلايا في بعض، وأيضا الأمور الحماية والفريم والجلاس والشغلات هذه ما بتهمناش. إذا هاي الموديول. طيب الجزء اللي بعده، هل قلت لما أمسك الموديول هذول وأشبكهم مع بعض سيريز بسميها سترينج، لما أجي أخذ السترينج هذه اللي هي عبارة عن مجموعة من الموديول وأشبكهم باراليل بحكي عنها أري. هذا الكلام مهم، تمام؟ بصير أنا بكرة أسأل لما أكون في مشروع أكم من سترينج عندي في المشروع، أكم من أري أنت عامل، أكم من، بدل ما أحكي أكم من لوح حاطط، أكم، خلص أنا بصير عارف إنه أنا لما يكون في عندي عدة مجموعة مديول مشبوكين مع بعض على سيريز بحكي آه والله هذه عبارة عن سترينج، لما يكونوا السترينج مشبوكين باراليل بحكي هذا أري. إذا عندي سيل هو أصغر جزء، بعدين عندي مديول، بعدين عندي مجموعة من المديول مشبوكين على التوالي بحكي عنها سترينج، السترينج هذا لما ينشبك إن باراليل بحكي عنه أري. طيب السولار مديول تايب، ايش التايبس تبعت السولار مديول؟ عندي نوعين، النوع الاول اللي هو مونو، وعندي اللي هو ايش، وعندي البولي. طيب حنتعرف على ايش الفروقات الرئيسية بيناتهم نحكي فيها. طيب اول حاجة، اهم حاجة بين الاثنين، تمام، نيجي نتعرف على الشكل، تمام. المونو بنلاحظ شكلها كيف، بنلاحظ فيه اشي زي المعين هذا، تمام، اشي زي المعين هذا، اه والله هذا اللي زي هيك هذا اسمها مون، تمام. البولي بتكون عبارة عن خطوط طويلة بالشكل هذا، تمام، منسقة بشكل عشوائي، تمام. والإفشنسي عندي هان بتكون اعلى، يعني الإفشنسي تحت المونو اعلى، الإفشنسي تحت البولي اقل. وايضا الميزه الثانيه اللي الميزه الاكثر اللي موجوده في البولي تختلف عن المونو، اللي هو ايش، السعر. السعر هان اقل، ولكن في المونو السعر اعلى بس الكفاءه اعلى، تمام. نحكي بشكل عام، نحكي باختصار اللي هو للسلايد هذا، الفرق بين الاثنين. انا عندي المونو انا عندي سعرها يعني كيف مرتفع اكثر، انا هان عندي السعر اقل. عندي اللون بنلاحظ ان هو كحلي غامق، انا هان عندي ازرق. الشكل هان منتظم بشكل هذا، هان قلنا زي ما هيك الخطوط هيك بتكون بشكل عشوائي. وايضا كمان لو بدنا نيجي نحكي نقاء مادة السيليكون في المونو بتكون اعلى من البولي. طيب نحكي عن الجزء اللي حكينا عنه اللي هو الجنكشن بوكس. ايش هو الجنكشن بوكس اللي حكينا؟ اللي هو بيكون خلف الخلية، تمام، اللي هو هيو هان، ايوه هيو، بكون خلف الخلية هذا، خلف الموديول تبعي. طيب هذا ايش هو، ايش بكون فيه من جوا؟ طيب البي في جنكشن بوكس بكون بالشكل هذا، هذا بكون فيه اللي هي الكونكشن، اللي هي اللي انا بوصل الخلايا فيهم مع بعض. وبكون فيه جوا الجنكشن بوكس حاجة مهمة اللي هي الباي باس دايود. ايش هو الباي باس دايود؟ هل قلت احنا قلنا انه الموديول هذا، تمام، بالشكل هذا كل السيلز كلهيتهم مشبوكين مع بعض على ايش؟ مشبوكين مع بعض على التوالي، تمام. انا عندي هان اكم من باي باس دايود في الموديول هذا، 3 باي باس دايود، يعني اكم من سيل انا عندي من جوا هان. احنا بنعرف انه الخلايا اغلبها يعني 72 سيل، النظام اللي هو 24، وعندي كمان اللي هي اذا كانت الخلية 36 سيل، بكون عندي 2 باي باس دايود، تمام. إذا بكون عندي 3، هذه عبارة عن خلية فيها 72 سيل، فيها 3 باي باس دايود مقسمة لثلاث مجموعات، كل مجموعة اللي هي 24، 72 تقسيم 3 على الباي باس دايود بيعطيني أكم؟ بيعطيني 24 هان موصلين على التوالي، 24 24. طب إيش أهمية الباي باس دايود؟ أهمية الباي باس دايود لما أنا يكون في عندي شادو، تمام، بدل أنا ما يقطع تصير عندي هان أوبن سيركتك ما فيش تيار بالمرة، تمام. الباي باس دايود بخلي المنطقة اللي اجي عليها الشادو بوقفها، وبخلي المجموعتين اللي بعد هيك يشتغلوا ما دام ما فيش عليهم شادو، لأنه كل الخلايا زي ما حكينا السيلز هذه كلها مشبوكة على ايش؟ مشبوكة على التوالي. طيب إذا الجنكشن بوكس أهم حاجة فيه اللي هي الكونكشن، وحاجة بنسميها الباي باس دايود. إيش أهمية الباي باس دايود؟ لما يكون في عندي شادو على الخلية، تمام، الدايود هذا بيجيب لي إياها من السيركت، كأنه وإحنا عارفين كيف إيش الدايود بيشتغل. طيب نيجي على اللي هو الجزء اللي بعده اللي هي البي في سبيسيفيكيشن.
البي في سبيسيفيكيشن، وهذا الكلام مهم. طبعا كل الكلام اللي حكيناه فوق كلام بسيط، كلام سهل. فلقيت بدنا نفهم احنا من هذه البي في سبيسيفيكيشن، نصير نفهم احنا كيف نقرا الداتا شيت، ايش هي، ايش المعلومات اللي بتهمني منها، لانه هذه هي اول مرحله في الديزاين. لازم افهم كل الكومبوننت تاعوني عشان اقدر اعمل الديزاين المناسب بافضل سعر واعلى كفاءه والى اخره. طيب اول حاجه عندي انا البي ماكس، اللي هي الماكسيمم باور بوينت. الماكسيمم باور بوينت هذه ايش بتكون؟ في الاي في كيرف، اللي هي النقطه اللي بكون فيها عندي اعلى تيار واعلى فولت ممكن لما انا اكون موصل الحمل. يعني لما الفي ام بي اللي هي الماكسيمم بوسيبل فولتج، يعني هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن اعلى جهد بيوصل له اللوح لما هذا اللوح يكون مشبوك ايش؟ مشبوك على اللود، مشبوك مع الشبكه. فهذا لما اجي اضربه في الماكسيمم بوسيبل كرنت، تمام، اللي هو ايضا اعلى كرنت انا ممكن احصله لما انا اكون شابك اللوح على اللود. ركزوا معي. اذا لما اجي اضرب الفي ام بي في الاي ام بي ايش بيطلع لي؟ بيطلع لي الماكسيمم باور بوينت. طبعا هلقيت حنشوف الاي في كيرف وهتفهموا ايش انا بقصد. طيب الاي ماكسيمم بوينت حكينا عنه، الفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت. الفي اوبن سيركت بدنا نفرق بين الفي اوبن سيركت والفي ماكسيمم بوسيبل فولتج، والاي شورت سيركت والاي ماكسيمم بوسيبل كارنت. طيب الفي اوبن سيركت هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن اللي هو الفولتج تبع البانل تبعتي، لما انا اجي امسك الفولت ميتر مثلا واجي اقيس الفولت تبعها بدون ايش؟ بدون ما هي تكون يعني محملة على اللود. فيش امسك الكونكتد هدول تاعونا هيك بالشكل هذا، هاي الخلية مثلا، هاي من ورا هاي الكونكتد، امسك اشبكهم اقيس الفولت، مش موصل على اللود، هاي الفي اوبن سيركت، تمام. طيب الاي شورت سيركت نفس الحاجه، انا بقيس وانا ما يكونش في عندي حاجه مشبوكه على اللوح هذا. اذا عرفنا اهم الفروقات بين هذول الاربعه وعرفنا ايش المقصود في الماكسيمم باور بوينت، هي الاي في كيرف. طبعا هذا الكلام احنا حنشرحه في يعني لما نيجي ناخذ الداتا شيت بتاعت الخليه ونشرحها بالتفصيل. تمام الاي في كيرف هي اللي هي التيار وهي الفولت. شايفين هذه النقطه؟ هذه النقطه هي عباره عن ايش؟ الماكسيمم اللي هي الباور ماكسيمم، اللي هي بتكون عند ايش؟ اللي هي بتكون عند اعلى تيار ممكن يصل له اللوح لما يكون مشبوك في اللود، واعلى نقطه ممكن يوصل لها الفولت لما يكون اللوح مشبوك على اللود. فهذه هي البيرفكت بوينت، هذه اعلى منطقه انا ممكن يجيني منها تيار. والفي اوبن سيركت قلنا هي عباره عن ايش، والاي شورت سيركت قلنا هي عباره عن ايش، هي اعلى قيمه للفولت ممكن يصلها واعلى قيمه للتيار ممكن يصلها، اللي هو ايش؟ اللوح تبعي هو مش مشبوك على اي حمل. طيب ايش هذا الكيرف؟ هذا طبعا لما نيجي نشرح توصيل الخلايا راح يعني تفهموه علي اكثر. بشكل عام لما يكون عندي مشبوك ان سيريز، لما يكون مشبوك معي ان سيريز ايش اللي بيصير عندي هان؟ طبعا لما اكون شابك الخلايا ان سيريز الفولت، طبعا هي لاحظ كيف هذا الاصلي، هي الفولت هان صار في تغير. لما اشبك ان باراليل بنلاحظ انه الكرنت اتغير. هذا الكلام لما نيجي نوصل الخلايا حنفهم من وين اجى الكيرف هذا اصلا. تمام هيك احنا خلصنا اللي هو الجزء الاول، عرفنا ايش يعني السبيسيفيكيشن بشكل عام، حكينا عن الامور العامه المهمه. هلقيتها بدنا نروح على داتا شيت نمسكها نشوف ايش فيها، نشرحها نفصلها نحكي عنها بالتفصيل. خلينا نمشي هيك. طبعا هذا التلخيص انا هالي موضح فيه بعض الامور، يعني كيف الشغلات اللي انا يعني في المحاضرات هذه وفي اللقاءات راح اركز على شغلتين، الجانب العملي وحتى في الديزاين، وراح اركز كمان على الجانب اللي هو كيف نقرا الداتا شيت ونفهمها اكثر ما اشرح اللي هو الكلام العادي العملي بتقدروا تاخذوه من اي مكان يعني. فهذه انا كيف يعني هذا حينزل كمان، يعني انا ملخص شويه امور هان، يعني بما انها ماده رينوبل انرجي مثلا اللي هي الاشعه الشمس بايش بقاس والى اخره من هذه الشغلات، شويه ملاحظات هيك بسيطه يعني.
منه الكلام اللي أنا حكيته، ومنه يعني في شغلات يعني كيف موضحة أكتر، يعني لأني زي ما حكيت أنا في المحاضرات بدي أركز على يعني كيف الجانب العملي اللي موجود عندي هان، فيعني حتلاقوني أنا موضح كيف السل يعني كيف مشبوكة على التوالي كيف هي وإلى آخره. هذا إن شاء الله حينزل مع المحاضرات. طيب نكمل المحاضرة، إحنا كنا في إيش؟ نيجي هان، حكينا بدنا نشرح إيش، بدنا نشرح اللي هي الداتا شيت بالتفصيل. طيب نبدأ، هاي عندي خلية. أول حاجة في الداتا شيت باجي بمسكها، طبعا هذا لشركة كنديان سولار، طبعا هذا الخلايا موجودة هان ومركبة موجودة في كل مكان. حاليا احنا بطلنا يعني نلجأ ل 310 و15 و20 واط، لقيتها اللي موجودة في السوق 415 450، ويفضل ان انا دائما ما ارجعش للاقدم، يعني ما ارجعش ل 300. ليش؟ عشان اوفر كونكشنز يعني واسلاك والى اخره، تمام. ولكن قراءة الداتا شيت كلها موحدة تمام لكل الشركات، راح نفصل بالتفصيل، راح نشوف احنا كيف لما نمسك الداتا شيت نفهم هذه ايش نوع اللوح، ايش بيصير والى اخره. طيب نبدأ. اول حاجة ايش باجي بشوفها، سي اس 6 اكس. طيب هذا عبارة عن ايش؟ هذا عبارة عن السيريز تمام تبعت اللوح. طيب قال لي هذا 310 15 320 بي. 320 بي، ايش يعني المقصود في البي؟ اللي هي بولي تمام. لو كانت ام بقول لي ايش اللي هذه للمونو تمام. اذا هذه اول حاجة بنفهم من هان انه هذا اللوح تبعي هو عبارة عن ايش؟ بولي، نوعه بولي. طيب وهذا ايش موجود هان؟ بقول لي انه احنا عندنا خبرة 15 سنة والى اخره، كلام ما فدناش احنا كمهندسين. طيب طبعا اللي هي الضمانات تحت اللوح، الكل بيعرف انه اللوح هو الاطول عمر في المنظومة كلها تمام. فتحت التشغيل والاستخدام يعني في عليه ضمان 10 سنين 25 سنة. المعلومات اللي موجودة هان في الصفحة هذه تمام، هذه معلومات في منها بفيدنا في منها لا، ما هي كلها احنا حنيجي نحكي عنها بالتفصيل هان، مش هنحكي عنها كتير لأنها بتفيدناش. يعني مثلا زي قديش هاف سنو، يعني 5400 باسكال، الافيشنسي طبعا هنحكي عنها تحت اللي هي 16.86%، 68% هنحكي عنها بالتفصيل تحت. التوليرانس اللي هو 5 واط هنحكي عنه برضه بالتفصيل يعني، وهذه اللي هي الشهادات الايزو والى اخره. طيب هان ايش احنا قلنا، ايش هان بفيدنا؟ طيب انا هان ايش ممكن يكون في شركات تانية؟ هان ممكن يكون كاتب لي عدة امور تانية، ممكن كاتب لي اذا هذه الخلية بتشتغل افضل للاون جريد، او هذه الخلية للاوف جريد، او هذه الخلية مثلا يعني ممكن انا يكون كاتب لي معلومات هان. مثلا هان صدفت انه هان مش كاتب لي معلومات هي للاون جريد هي للاوف جريد ولا، بس في بعض الشركات تمام بكون كاتب لي هان شوية معلومات مهم اني انا اكون مطلع عليها. اذا من هان بعرف السيريز، بعرف هذا اللوح قديش، وبعرف من هذا الحرف اذا كان بولي ولا مونو تمام. هذا اهم ما في هذه الصفحة. طيب نيجي هان، ايش هان في عندي؟ هان بقول لي الابعاد تبعت اللوح تبعتي، ابعاد اللوح اللي عندي اللي موجودة تمام. في ايش بتهمني؟ بتهمني انا كمهندس كتير. ليش؟ لانه يعني بتساعدني في اللي هو تصميم الاستراكشر. انا لما احكي للحداد صمم لي 1 2 3، فانا لازم اكون عارف ابعاد اللوح عشان لما اصمم الاستراكشر. فكل معلومة في الداتا شيت بشكل عام في اي جهاز مهم انا اكون فاهمها وعارف ايش استخدامها، وكل معلومة في الداتا شيت مهم تمام. اذا هذه هي ابعاد اللوح اللي بتفيدني في ايش؟ في الاستراكشر وفي تصميم الاستراكشر للخليه. وطبعا ايش هذا؟ هذا هو الجانكشن بوكس، وهي اللي هي ايش الكونكشن اللي احنا حكينا عنها في المحاضره اللي قبل. طيب ايش في عندي هان؟ نيجي نشوف اللي هو الاي في كيرف. قلنا احنا بدنا نحكي عن الاي في كيرف، نيجي ايه كان نكبر عشان نيجي نشوف ايش الكلام اللي موجود هان. طيب نيجي نشوف الكيرفز هذول عن ايش بيحكوا. طيب الاي في كيرف هذا اللي موجود بالشكل هذا، هذا عن ايش بوضح لي؟ بوضح لي اللي هي قال لي 1000 واط لكل متر مربع اللي هي الاشعاع الشمسي تمام.
أشعة شمسية 1000 واط لكل متر مربع، 800 واط لكل متر مربع، 600 واط على متر مربع، 400. هات نيجي نشوف إحنا إيش 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 مفهوم من هذا اللي. بقول لي والله لو كان أنت عندك اللي هي قوة الإشعاع 400 واط لكل متر مربع، لاحظوا التيار كيف عندي 4، الجهد يعني ما تغيرش كتير. لما يكون 1000 واط لكل متر مربع طلع قيمة التيار اللي بيطلع لي إياها اللوح. يعني إيش معنى؟ يعني الباور بيزيد. هذه النقطة اللي حكينا عنها تمام، اللي هي الباور ماكسيمم، البي ماكس تمام، اللي هي ايش بتساوي؟ بتساوي اي في في. فلاحظوا معي انا لما يكون عندي 1000 واط على قوة الاشعاع، 1000 واط على متر تربيع، التيار عندي بيزيد. فيعني كل ما زادت قوة الاشعاع كل ما زاد عندي الباور. نيجي نشوف هذا الكيرف، هذا الكيرف مهم جدا. هذا يبين لي ايش تأثير درجة الحرارة على قدرة اللوح تمام. تعال نشوف احنا كل ما زاد درجة الحرارة، نيجي احنا ناخذ الاعلى والاقل، نشوف كل ما زاد لما كانت درجة الحرارة 5 درجة سيليزيوس، لاحظ معي أنا الفولت عندي كيف. الفولت عندي أنا زاد، ولكن التيار اتغير مقدار بسيط يعني ولا حاجة. بس طلع لما أنا زادت درجة حرارة اللوح وصلت 5 65، طلع كيف الفولت قال. طيب طلع قديش الفرق؟ في اختلاف، والتيار يا دوب اختلف. بس انا ايش بهمني في الاخر؟ بهمني الباور ماكسيمم بوينت. لما اجي اخذ الباور هان اكيد حيكون في اختلاف. لما اجي اضرب اي في في هان تمام، ولما اضرب مثلا هان يكون مثلا عندي 49، اضرب 49 في قيمه التيار اللي موجود عندي هان، اكيد هان حيطلع لي باور اعلى. ايش هن بفهم؟ بفهم من هذا الكيرف، بفهم من هذا الكيرف انه والله درجه الحراره بتاثر بشكل ملحوظ على ايش؟ على قدرة الخلية تبعتي تمام. فهي احنا شفنا هذه عند اعلى درجة حرارة، يعني كل ما زادت درجة حرارة اللوح كل ما قلت الكفاءة. نيجي عندنا نقارن الباور ماكسيمم بوينت هان والباور ماكسيمم بوينت هان، هنلاقي في اختلاف بيناتهم. اذا فهمنا الاي في كيرف هان، وفهمنا الاي في كيرف هان وايش المقصود فيهم، وشفنا ايش اهمية الاي في كيرف. طيب نيجي على الجزء هذا تمام، ليه تفصيل الخلايا تحت ايش ال STC اللي هي ايش الستاندرد تيست كونديشن. نيجي نحكي عنها. قال لي ايش؟ قال لي انه الباور ماكس يعني اعلى باور انا ممكن يعطيني اياه، او اعلى قدره ممكن يعطيني اياها اللوح هي هالقد 310 واط 315 320. الفي ام بي قلنا هي عباره عن ايش؟ هي الفولتج او الماكسيمم بوسيبل بوينت، الكرنت ماكسيمم بوسيبل بوينت. طيب قلنا هذا الجهد عند ايش؟ الجهد لما يكون اللوح عندي موصل على اللود تمام. طيب ايش بكون عندي؟ هو عبارة عن 36.4 عند 310 عند 300، اللوح 315 36.6 عند 320 بكون 36.8 تمام. يعني خارجي يعني كيف اجت عندي 36 هذه؟ انا عندي طبعا الخليه هذه عباره عن 72 سل. طيب 72 سل، كل سل عباره عن نص فولت. لما نيجي نضرب 72 في بوينت 5 بيطلع عندي 36 تمام. يعني انا قيمه اللي هي الفولت اللي بيطلع عندي هان من الخليه كلها هو عباره عن 36. مش احنا قلنا الخلايا موصله على التوالي صح ولا لا؟ فانا هيك بعرف اللي هي الفي ام بي، يعني هذه هي كمان على الهامش. طيب الاي ام بي الكرنت بيساوي 8.5 8.6 8.9. اذا عرفنا احنا ايش قيمه ايش اعلى باور انا بقدر احصل عليه، وايش اللي هي الفولت تبع الخليه اللي بطلع لي لما تكون انا مشبوكه عندي على اللود، والتيار ايضا. الفي اوبن سيركت والاي شورت سيركت زي احنا ما قلنا هو اعلى قيمه للفولت، وانا بقدر اطلعه لما انا احط بس امسك الموصلات هذه واجي احط اللي هي الساعه تبعتي واقيس الفولت هان بدون ما يكون مشبوك على اللود. ايش بيطلع لي؟ بيطلع لي الفي اوبن سيركت اللي هو عباره عن 44.9 و45.1 45.3. اللايت شورت سيركت نفس الحاجه، انا باجي بامسك باقيس التيار، بجيب الاميتر باجي بحطه هان بقيس الخليه وهي مش مشبوكه على اللود، بتطلع لي القيمه هذه 9.08. طيب الموديول افشنسي، الموديول افشنسي تبعتي اللي هي عبارة عن قديش؟ هي عبارة عن 16.42 16.8. طب إيش هذه الإفشنسي؟ بقول لي هذه الإفشنسي إنه أنت يعني قديش أنا بقدر أحول من الإشعاع الشمسي لطاقة أنت بتستفيد منها.
يعني أنا هان عندي 1000 واط على متر مربع، أنا كل اللي بقدر آخده هذا وأحمله أحوله لباور أنا بستفيد منه هو عبارة عن 16.16 مثلا لما أنا أكون على لوح 310، ولما أكون على 320 اللي بقدر أحصله هو عبارة عن 16.68%، يعني 16.6 من 1000 هذه تحت الراديشن الإشعاع أنا بقدر أستفيد منها. هاي المقصود فيه الموديول افشنسي. هذه المعلومات بتهمناش تحت التمبريتشر والى اخره. الماكس سيريز فيوز ريتنج هذا بقول له انت الفيوز اللي انت بدك تحطه على الخلية لما توصلهم كليتهم مع بعض ان سيريز بدك تحطه 15 امبير. طيب الباور توليرنس، ايش المقصود في الباور توليرنس اللي هي كاتب لي من 0 ل 5 واط؟ بقول لي يعني انه ايش، انه اللوح تبعك هذا بطلع لك 310 ممكن يطلع لك مثلا 315، تمام 300 يعني اعلى حاجة، يعني ممكن يكون 315 311 312 يعني معك تولرنس، تمام هاي المقصود فيها. طيب هل قلت احنا تعرفنا تحت ايش تحت الاس تي سي، ولكن احنا ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ انه القيم يعني ايديال، ولكن هذا مش الواقع في الديزاين. لما انا بدي اجي اصمم هل انا راح اطلع قيمه الفولت هذه بالضبط، ولاحظوا معنا عندي 310 هل يعقل طلع 310 فيش لوسز بالمره؟ هذا شيء مستحيل، واحنا كمان عارفين انه ما فيش عندي حاجه في الدنيا ايديال، صح ولا لا؟ ما فيش عندي حاجه ايديال. طيب الشركه ايش اعطتني؟ قالت لي خذ انت هذه السبيسيفيكيشن تحت اللي هي الستاندرد تيست كونديشن، الشركه يعني بتعمل لها تيست تحت درجه حراره 25 و1000 واط يعني راديشن اللي هو الاشعاع 1000 واط على متر تربيع، وبتحكي لك ايش خذ هاي السبيسيفيكيشن تبعتك. طب هذا الكلام انا مش راح اطلعه، هذا الكلام انا مش راح اطلعه الا في حاله واحده، الا لو انا كانت عندي الكونديشن هذه والى اخره، وهذا الكلام انا بشوفوش على ارض الواقع، تمام. فايش قالت لي؟ قالت لي اعطتني كمان سبيسيفيكيشن اللي هي ايش النومينال، النومينال اوبريتنج. طيب اللي هي ايش؟ اللي هي اقرب للواقع تبع اللي انا ممكن اشوفه. لاحظ ما انا عندي 310 هاي نفس المعلومات، مش راح نرجع نعيد الامور هذه، ولكن لاحظوا الفرق لاحظوا الفرق بالقيم. يعني انا هذا طلع لي 310 وات، هان اها هيك طبيعي طلع لي 225، ومش شرط اللوح 310 طلع، مستحيل اصلا. وحتى في النومينال هذه انا ممكن ما اطلعش بالضبط يعني اربعه يعني في الاشعاع، يعني مثلا في فتره الانهار والذروه نقدر اطلع مثلا حتى الرقم هذا يعني، تمام. فهذه كليتها امور بتتاخذ في عين الاعتبار. اذا ايش الفرق بين الاس تي سي والان او سي تي، تمام، اللي هي النومينال؟ انه هذه هي الاقرب للواقع او الاقرب للشيء اللي انا بدي اشوفه. الفي ام بي اللي هو الفولت اللي انا بدي احصله لما انا اشبك الخليه على اللود، والتيار اللي بدي احصله لما اشبك الخليه على اللود، هان 6.6 هان 33.2، ها في فرق، هان 36 بالضبط هيك، يعني ال 72 سيل في نص فولت، عشان هيك انا حسبت لكم اياها، تمام. فهي ايش؟ فهان ها هيك القيم يعني كيف واقعيه اكثر، او بمعنى مختصر انه انا هذه هي الشغلات اللي انا حشوفها في الغالب على ارض الواقع، وهذه الشغلات يعني كيف ستاندر، يعني صعب ان انا اشوفها، تمام. هذه الاشياء الايديا اللي انا يعني كيف صعب ان انا اصل لها، ولكن يعني كيف الشركه مزوداني بهذه المعلومات. اذا فهمنا كيف نقرا هذه، عرفنا كيف نقرا الاي في كيرف بالتفصيل، شفنا اهميه الكيرفز اللي بتكون موجوده هان، شفنا اهميه الرسومات اللي بتكون موجوده هان. هذه بتكون اللي هي لشغل الاستراكشر، هذه بتكون اللي هي انا بعرف وبحسب وأشوف انا قديش بياثر عندي درجات الحراره لما اجي اصمم مثلا نظام، تمام، موجود هان مثلا عندي هان في غزه مثلا، او اصمم نظام مثلا في درجات حراره مثلا فيها فوق ال50، مستحيل الديزاين تبعي يكون نفس الشيء. فانا بدي اخذ هذا الكلام في عين الاعتبار، فهي اهميه الكيرف وهي اهميه الكلام هذا في الداتا شيت، تمام. فاحنا هلقيتها نكمل ايش في عندنا كمان. طيب الميكانيكال داتا، انا السيل تايب، السيل تايب احنا اصلا عارفين احنا بناخده اصلا من اول قبل احنا ما نيجي نشوف يكون حاطط لي بي هان، ولكن انا السيل تايب ايش هي عباره عن؟ ايش عباره عن اللي هي بولي زي ما حكينا، وقلنا اذكركم يعني انواع الخلايا عباره عن بولي ومونو، تمام. السيل كم من سيل مشبوكين على التوالي؟ عباره عن 72 سيل، 6 في 12، تمام، هو عباره عن سيل كلهيتهم مشبوكين على التوالي مع بعض 72 سيل.
طيب الويت والدايمنشن والشغلات هذه ما بتفيدنيش. الجنكشن بوكس اللي حكينا عنه، هاي الجنكشن بوكس اللي بكون خلف الخلية، هذا كاتب لي انه بيحتوي على 3 دايود. ايش الثلاثة دايود هذول؟ هذول الثلاثة اللي احنا حكينا عنهم، الباي باس دايود. ال 72 هذول بكون مقسم لي اياهم لثلاث مجموعات زي ما حكينا، لانه مش بكون على التوالي. انا بدل ما يجي عندي شادو والتيار كله يروح عن الخلية، لا انا بكونش عندي هذا الكلام. فهذا هو اهميه الباي باس دايود. لو كان عندي هان 36 سيل، تمام، لو كان عندي هان 36، هنلاحظ ان انا عندي 2 دايود، مقسم ال 36 على 2. 36 على 2 قديش؟ 18. 36 على 2 18، بكون مقسم لي اياها على مجموعتين اللي هي بتكون عندي ال 18. طيب الشغلات الثانيه انا ما بتفيدنيش كثير. طيب نيجي هان تمبريتشر، اهميه التمبريتشر زي ما حكينا تو، التمبريتشر مهمه. طيب ايش هذول، ايش هذول القراءات اللي معطيني اياها؟ ماينس 0.41 برسنتج، شو هذه؟ هذه ايش انا بستفيد منه؟ زي ما حكينا بستفيد منه بالديزاين، وهذا الكلام مهم جدا 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 في الفهم. الديزاين والشغلات هذه ما بتنحفظ حفظ، لازم اكون فاهم كل حاجه، فاهم الداتا شيت، فاهم المعلومات اللي فيها، فاهم قديش بدها تطلع لي، فولتج، انا فاهم ابعاد الخليه، انا فاهم الكيرفز هذه وايش تاثيرها وايش درجات الحراره هذه، فكل معلومه في الداتا شيت في غايه الاهميه. طيب الباور ماكس قال لي انه بيساوي ايش؟ سالب 0.41%. يعني ايش هذا؟ ايش انا بستفيد من التمبريتشر كوفيشنت؟ قال لي يعني لما انت تزيد عندك درجه الحراره، تمام، عن اللي هي المعدلات اللي احنا حاطين لك اياها والنتائج هذه تبعتك، فانت تتوقع انه انت صار في عندك فقد بنسبه اللي هي 0.41%، كل ما تزيد درجه الحراره درجه مئويه. واضح الصوره؟ واضحة. فإحنا شفنا قديش أهمية درجة الحرارة بتأثر عندي على قدرة اللوح، فهذه الشغلات مهمة. أعتقد هيك غطينا يعني كل حاجة عن اللوح، شفنا السيلز، شفنا توزيعاتهم، شفنا الجنكشن بوكس، شفنا المواصفات بتاعت أهم مواصفات، فهمت كيف أفرق بين الـ VMB والـ VOC، عرفنا كيف نقرأ الـ IV كيرف وكيف نفهمه ونشوف كيف التأثيرات فيه. طبعا زي ما قلنا هاي الماكسيمم باور بوينت، هذه بتكون عندي الاي ماكس، هذه بتكون عندي الفي ماكس زي ما شفنا في السلايد اللي قبل، تمام. وشفنا ايش اهمية التمبريتشر، وعرفنا ايش اهمية الارقام هذه اللي بتكون عندي، ايش معناها الفي اوبن سيركت الاشو سيركت والبي ماكس. بقول لي انه البي ماكس تبعتك ايش بيصير فيها لما تزيد درجة الحرارة، انت هالقد حيصير في عندك يعني كيف نقصان في الباور او التاثير على قيمه الباور الاوتبوت تبعك. فاذا درجه الحراره بتاثر، وهذا الكلام اصلا احنا اوريدي عرفناه وشفناه وكان موضح عندي انا هان في الكيرف، تمام. اذا هيك كل حاجه احنا بنحتاجها وبنحتاج ان احنا نقراها ونفهمها في الخليه. اليوم انتوا بتحكوا انا مثلا ايش بدي في الفي ام بي، الاي ام بي، البي ماكس. لما اجي بكره لما نيجي احنا نقدم في المساق، لما اجي اعمل ديزاين بقول لكم تعالوا نرجع للداتا شيت ونشوف هذه قديش، او خليني لما اشرح لكم توصيل الخلايا، لما نشرح توصيل الخلايا راح انا احط الداتا شيت، تمام، ونحكي نشوف تعال نرجع للداتا شيت، تعال نجي نوصل كذا، انا بدي اطلع فولت هالقد، انا بدي اطلع تيار هالقد، لانه كله حسب الديزاين تبعي. فكل معلومه في الداتا شيت مهمه، اهم حاجه هل جيت الفهم والتفريق في المعلومات هذه، ايش تاثير درجه الحراره، كيف نقرا الكيرف هذه، ايش اهميه الابعاد تبعتي، كيف اعرف نوع الخليه تبعتي زي ما حكينا هذه عباره عن بولي والى اخره، تمام. هيك احنا بنكون يعني كيف خلصنا محاضرتنا، غطينا تقريبا كل حاجة عن الخلايا. ضايل علينا شغلة واحدة بس، اللي هي ايش؟ اللي هي توصيل الخلايا. ان شاء الله في المحاضرة القادمة راح اشرح اللي هي التشارج كنترولر، ايش انواعه، ايش هو، وراح نحكي عن، قبل ما ندخل فيه راح نحكي عن توصيل الخلايا، ايش انواعهم، بناء على ايش بقى اوصل الخلايا وحسب التصميم تبعي، وراح نشوف ايش اهمية الداتا شيت في توصيل الخلايا والى اخره من هذه الامور، تمام. يعطيكم الف عافية يا رب.